فقره سرك مش في بير. تمام، مين اقرب حد ليك في الفريق او المنتخب وقول لنا عنه سر محدش يعرفه؟ سيسا طبعا اقرب حد ليا وهو زميل الغرفه. سر محدش يعرفه ان سيسا تقريبا بيبعد في متحف مش في اوضه. السرير لازم يتطبق، هدومه لازم تطبق، السرير يتروق، مفيش حاجة تبقى مرمية كده ولا كده، فهو متحف بالظبط، قاعد في متحف. مين أكتر واحد بياكل في الفريق؟ طبعا نبيل، نبيل شريف. نبيل احنا بنخلص الأكل وكده وخلاص وعايزين نقوم وهو لسه بيبدأ يجيب الطبق التاني والتالت، يعني ما شاء الله. يعني أكتر واحد بيعرف يعمل فيديوز على تيك توك طبعا حميد ملك التيك توك. مين بيتقمص دور الحزين؟ لا ما اعتقدش ان في حد ممكن يتقمص دور الحزين قوي، بس ممكن ساعات سيسا مثلا بيتاثر بسرعه من اي حاجه فساعات بيبقى متضايق من شويه بس بيفك على طول. مين السوسه اللي عارف كل حاجه بتحصل؟ طبعا كاستيلو، ده عارف كل حاجه بتحصل. اكتر واحد بيقول افيهات او نكت بايخه؟ لا ما فيش كده، الناس بقى تزعل مننا. لا ما حدش بصراحه، معظم الناس يعني اللي بتهزر دمها خفيف يعني، او ممكن يكون في واحد بس ممكن ما اقولوش، بين قوسين ممكن يبقى خيري ساعات. اكتر واحد بيغني طول الوقت وصوته وحش؟ وانا ساعات بغني بس ده في الاوضه مع سيسا وانا صوتي وحش جدا فبقرفه في الموضوع ده. اكتر واحد بيتقمص ممكن معنا لعيب مواليد 2002 اسمه جدو، هو مسافر اسبانيا وكده فساعات بيتقمش شويه كده بسرعه يعني بس مش كتير يعني. اكتر واحد بيهتم بشكله ولبسه ممكن يبقى ممكن عمر سامي. اكتر واحد بيعمل مقالب ممكن محسن رمضان او حميد برضه. مين اكتر واحد بيتاخر عن التمرين؟ لا هو مع ديفيد بصراحه ما حدش بيقدر يتاخر على التمرين، الفرقه كلها بتبقى موجوده قبل التمرين بنص ساعة، الكلام ده ممنوع، اللي يتأخر بس دقيقة عن التمرين بيدفع غرامة كبيرة وباليورو كمان، فاليورو غالي يعني فكله بيحترم نفسه. مين أكتر واحد بيصحى متأخر في المعسكرات؟ هو نفس الكلام يعني أي ميعاد وكده محدش بيقدر يتأخر عليه، عشان إحنا مثلا لينا في الفطار لازم كلنا بنتجمع مع بعض وأي ميعاد لازم نتجمع قبل ما ناكل مع بعض وكده، بس ممكن مجدي محمد مجدي هو ده بيصحى بالظبط مثلا لو احنا معادنا تحت الساعة 8 الصبح هو 8 الا 3 دقايق بيكون دايما على السرير. مين حريف البلاي ستيشن في الفريق؟ في كذا حد بيلعب بلاي ستيشن كويس، في جده وعمر سامي ممكن احمد راضي. مين اللي بتكسبه في البلاي ستيشن في الفريق؟ للأسف يعني بطلت العب بلاي ستيشن بقالي كتير يعني، انا كان زمان والله كنت حريف بلاي ستيشن بس ما بلعبش عامة قدام حد كتير في الفرقة بلاي ستيشن يعني. مين حريف الدومينو في الفريق؟ هو أنا بلعب دومينو كويس وممكن كاستيلو عشان ممكن يكون بيلعب مع أصحابه كتير دومينو برضه على القهوة وكده.